السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكاديمية أطفال الرمثة النموذجي الصف الأول، معكم المس روبا كراسني. اليوم يا أول عندنا حرف جديد من حروف اللغة العربية. خلينا يا أول نقرأ القصة ونتعرف على حرفنا اليوم. اسمعوا للقصة كويس يا أول وشوفوا الحرف اللي تكرر في الكلمات، في أكثر كلمات القصة. عنوان قصتنا حديقة الحيوانات. ذهبت قمر إلى حديقة الحيوانات، شاهدت قرداً داخل القفص يقفز فوق الشجرة، ضحكت مع البطريق وقلدته في مشيته، وفي النهاية التقطت صورة مع اللقلق. خلينا نرد نعيد يا أول واسمعني كويس. يلا، حديقة الحيوانات. ذهبت قمر إلى حديقة الحيوانات، شاهدت قردا داخل القفص يقفز فوق الشجرة، ضحكت مع البطريق وقلدته في مشيته، وفي النهاية التقطت صورة مع اللقلق. إذن يا أول، ما الحرف الذي تكرر في أغلب الكلمات؟ يا عيني عليك، حرف القاف. حرف القاف. خلينا نشوف يا أول هسه الكلمات اللي نذكر فيها حرف القاف. يا عيني عليكم، حديقة قمر، كمان كلمة حديقة، قردا القفص يقفز فوق البطريق قلدته التقطت اللقلاقي. إذا عندنا كلمات كثيرة يا أول انذكر فيها حرفنا لحرف اليوم اللي هو يا أول حرف القاف. حرف القاف. خلينا هسا يا أول نشوف هاي الكلمات وناخذ منها أشكال حرف القاف وصوته واسمه. يلا يا أول، بعد ما قرأنا القصة يا أول واستخرجنا الكلمات التي فيها حرف القاف، خلينا نكتب عنوان درسنا اليوم وهو تجريد حرف القاف. تجريد حرف القاف. أول معلومة بدنا ناخذها عن حرف القاف أنه من أبناء القمرية، يأتي مع ال القمرية. خلينا نشوف يا أول هسه كلمات اللي استخرجناها من القصة. قمرو، قمرو. يا خلي لها صوتي تطلع يا أول ثلاث أصوات. قمرو. القفصي، القفصي. فوق البطريق. لو حللناهن يا أول وقطعناهن، ق مقطع مد قصير، م مقطع مد قصير، رو مقطع مد قصير، ال مع بعض، قلنا دائما بتضلها مع بعض يا أول ما بتركن بعض. ال وق القا ف القاف صي القفصي. عندنا فوق ف وأو، فو متحرك ساكن وق مقطع مد قصير. البطريق، ال مع بعض بط، زي ما بلفظ بكتب بط ري، واخر اشي القو. ماشي، اول مقطع مد طويل والقو مقطع مد قصير. بعد ما قطعناهن يا اول خلينا نشوف اشكال حرف القاف نتعرف عليها في من خلال الكلمات. ويجينا كلمه قمرو. قمرو جاء صوت حرف القاف ولفظته في بدايه الكلمه. شوف شكله يا اول، شوف شكله كيف يا اول. حرف القاف إله رقبة دائرة ولها رقبة وقاعدة على السطر وفوقيه نقطتين، بذكرني يوم أشوفه بأخوه حرف الفاء. صح يا أول، بس الإف إله نقطة واحدة. إحنا اليوم عنا حرف القاف له نقطتين يا أول. شايفين شلون كتبناه يا أول؟ في بداية الكلمة رفع رقبته وقاعد على السطر وماد إيده، والحرف الماد إيده حرف مسكين، حرف مسكين. نيجي على كلمة القفص. حرف القاف في كلمة القفص نفس الإشي، يمس قاعد بالنص، ماد إيده
يا أول وفوقيه نقطتين، فوقيه نقطتين، مسك هون بحرف اللام بحرف ال بالال، وهون بحرف الفاء. إذا هو حرف مسكين، حرف مسكين. إذا وين ما نشوف حرف القاف في هذا الشكل يا أول؟ يأتي في بداية ووسط الكلمة، يأتي في بداية ووسط الكلمة. أنت احتمال تشوفوا داخل الكتب يا أول إنه الإق نامت على السطر، نامت على السطر، صح؟ هاي أنواع الخطوط. أنا بتفنن بالخطوط، أنتوا بتعرفوا باللغة العربية في خطوط كثيرة نكتب فيها، برسموا فيها الكلمات، صح يا أول؟ ممكن نشوف حرف القاف نايم على السطر، صح يا أول؟ بس إحنا بدنا نتعرف اليوم على شكل حرف القاف اللي هو يا أول بيجي في بداية ووسط الكلمة في هذا الشكل، رافع رقبته وفوقيه نقطتين وماد إيده. إذا حرف القاف في هذا الشكل يأتي في بداية ووسط الكلمة. كلمة فوق، فوق جاء حرف القاف في نهاية الكلمة منفصل. شايفيني أول أول، شوفي شلون عندك أكتب حرف القاف، راسه فوق كرشه تحت ولفوق، ما بصير أكتب حرف القاف زي الإف إتش، هاي غلط. شوف لي شلون مثل كرش الجورة لتحت، شايف يا أول كرش الجورة لتحت، هذا اللي بفرقه بين وبين أخوه حرف الإف. الإف قاعد على السطر، لا هذا الإق نزل كرشه لتحت، نزل كرشه لتحت. وين ما شوف حرف القاف متصل أو منفصل في آخر الكلمة بيجي شكله في هذا الشكل يا أول، كرش راسه فوق وكرشه تحت، راسه فوق وكرشه تحت. إذا حرف القاف يأتي في آخر الكلمة بهذا الشكل، إما متصل وإما منفصل. فحرف القاف له شكلان، إق بأول وسط الكلمة وإق بآخر الكلمة. إذا اتعرفنا على أشكال حرف القاف له شكلين. خلينا هسه يا أول نشوف اسمه وصوته. اليوم حرفنا حرف القاف صوته إق، شايفي أول بيطلع من حلقي صوته إق، حرف القاف صوته إق 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 إق، حرف القاف صوته إق، اسمي قاف صوتي إق، أنا حرف القاف صوتي إق، لي شكلان لي شكلان، وأنا حرف مسكين وأنا حرف مسكين، وأنا من أبناء القمرية، حرف القاف صوته إق، حرف القاف صوته إق. شو اسمه يا أول؟ حرف القاف صوته إق، وله شكلان، وهو حرف مسكين ومن أبناء القمرية. بعد يا مس ما تعرفت على صوته اسمه وأشكاله، خلينا نتعرف على مقاطع حرف القاف. احنا قلنا حرف القاف يأتي في بداية ووسط الكلمة، إق بأول وسط الكلمة وإق بآخر الكلمة. لو حطيت معه حروف المد الطويل، إق مع الآ قا، إق آ قا، إق أو قو، إقوئي قي، إقوئي قي، مع الحركة إما الشكل هاي أو الشكل هاي بيجي أول معه. يلا إقو فتحة ق ق ق، إقو ضمة قو قو قو، إقو كسرة قي قي قي، ومع السكون يا أول بضل صوته زي ما هو إق، بضل صوته زي ما هو إق. هسا مع الشد أول، يلا إق وشد وفتحة إق إق، إق وشد وضمة إق إق، إق وشد وكسرة إق إق، إق وشد وآ إق، إق وشد وأو إيه قو، إق وشد وإي إيه قي. شايفيني أول مع الأو، قهو أو قو، قهو أي قهو أي قي. هسه يا أول مع التنوين، وإحنا اتفقنا تنوين الفتح بيجي قاعد على عصا مشان التنوين ما يطير، فبده يمسك بالشكل اللي مال إيده لبداية الكلمة. قن قن يا أول، إيه قن
تنوين الضم بيجي على الشكل الأخير يا أول. قن. إيه قن. تنوين الكسر بيجي على الشكل الأخير كمان يا أول. قن. إيه قن. أو إل. يلا مع الأل القمرية. أو إل. أل ق. ألقى. أو إل. أل قو. أل قو. أو إل. أل قي. ألقي. هسه مع الأو إل. أل أه. الأه. وإق. الأق. ما بتمسكي أول لأنه الأه رفاسة. أو إل. أل أو. أل أو. وإق. الأق. واو. إل. أل إي. أل إي. وإق. الإق. إذا هاي مقاطع حرف القاف يا أول. خلينا نرجع نقرأهن مع بعض يا أول. اقب أول وسط الكلمة. اقرأ معي يا أول. اق بآخر الكلمة. قا قا قو قي قي قا قو قي. اق 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 اقي. قو قي قن. اقن قن. اقن قن. اقن. القى القو. القي. الاق الاق. الاق. اذن هاي مقاطع حرف القاف. بعد يا اول ما تعرفنا على اسمه صوته وش اشكاله لفظه مع المقاطع بدنا نكتب كلمات فيها حرف القاف. خلينا نبلش بالكلمة الأولى. مي قا مي قا إيصن مي قصن قا قا ومي قامي صن قامي صن. كمان عندنا كلمة ب ب إيقا بقالة بقالة تن بقالات. كمان عندنا كلمة ح ح ولا حالا قن حالا قن. كمان عندنا كلمة أو إل أل أه الأه. وإق الأق ما الأقمار الأقمار. أو إل ألق ألق. وإم القم ح القم حو. عنا كلمة نو 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 قو نو قو دن نو قو دن. قهو أو قو سن قو سن. قهو أي قاي سن قاي سن. إذا عنا كلمات كثيرة تحتوي حرف القاف. هاي بعض منها يا أول. بكون هيك يا أول خلصنا حرف القاف. جردنا يا أول وتعرفنا على اسمه وصوته وأشكاله ولفظناه مع المقاطع وكتبنا كلمات عليه. إن شاء الله بتكونوا استفدتوا يا أول معانا. نلقاكم بالفيديو القادم والحرف القادم. يعطيكم ألف عافية أول.